حصة تموينية توزع اسما للمواطن العراقي منذ عام 2003 وحتى هذه الأيام، زيت وسكر ورز ومطحون القمح فقط، وتأتي بشكل متقطع للمواطن الكادح. هذا إن وزعت أساسا، لتصبح لغزا لم يفهم حله حتى هذه الساعة. طبعا بس سامعين بيعنا البطاقة. اي والله كل شيء ماكو. هاي يجي الطحين ورا 4 أشهر، يجي الزيت، يجي الدهن، ندفع مال كامل الحصة يعطونا بس مال الدهن، وما تعرف شنو القضية وشنو السالفة. يعني شهر طحين، شهر اللي بعده شكر يعطوك حصة الشكر، والشهر اللي بعده تمن، والشهر اللي بعده. بينما قبل 2003 كانت البطاقة التموينية كاملة يستلمها المواطن، وهي تعينه الحياة الصعبة والظروف الصعبة اللي يمر بها البلد. أما جودة هذه المنتجات الغذائية التي توزعها وزارة التجارة فحدث ولا حرج، فهي غير صالحة للاستهلاك البشري تماما. توزع معظمها للدواب بعد أن يستلمها المواطن أو حين يردها لوكيل وزارة التجارة في المناطق العراقية. أنت في اليوم جاك تمن هندي، جاك تمن بزمكي، جاك تمن ما ادري تمن ايش يجيبونه، ما ادري يجيبوا لك تمن او يقسمون 4 أقسام، والله العظيم يجيبوا لك الطين ما ادري منين يا اخي، يريدين عجل ما تلقى به خشب. اي والله خلي يبيعون يا اخي. بس اريد اسالك بالله ورسوله، وزير الصحه ووزير التجاره ووزير اي وزير ياكل هاي الحصه؟ أغلب المواطنين اليوم ينظرون إلى هذا الأمر بأنه استخفاف بكينونة ووجود العراقي وحقه في أن يستلم شهريا قوته من حكومة توفر حياة كريمة لشعبها، لينقل الصوت وتعلق الآمال في حكومة الكاظمي، عسى أن تغير من هذا الواقع شيء. 17 عاما ولا تزال حصة المواطن الغذائية ضئيلة ولا تكفيه حتى لمنتصف الشهر، يقابلها حلول قليلة من وزارة التجارة لا تفك ولو عقدة واحدة من هذه الأزمة المتشعبة. من بغداد، محمد فراس، قناة التغيير.